بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبنائي طلاب متوسطة دار الثقافة الأهلية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط في شرح دروس الوحدة الثامنة بعنوان الهوية الشخصية. أبنائي الطلاب، درسنا اليوم يتناول الدرس رقم 16 بعنوان الهوية الشخصية. أبنائي الطلاب، الوحدة الثامنة بعنوان الهوية الشخصية تتناول 3 دروس: الدرس 16 بعنوان الهوية الشخصية، الدرس 17 التنمية الذاتية، الدرس 18 التفاعل الاجتماعي. أبنائي الطلاب، في نهاية هذه الوحدة إن شاء الله نكون قد تعرفنا على معنى الهوية الشخصية وعناصرها، نكون تعرفنا على التنمية الذاتية وأنواعها، نكون تعرفنا على جوانب التفاعل الاجتماعي وأهميته. نبدأ أبنائي الطلاب في شرح الدرس الأول. أولا، الهوية الشخصية. هناك أبنائي، كما تعودنا، عدد من العناصر الرئيسة التي سوف نتناولها بالشرح في هذا الدرس بإذن الله. أولا، الهوية الشخصية. ما هي الهوية؟ ما هي عناصر الهوية الشخصية؟ ما هي أنواع الهوية؟ الهوية الذاتية، الهوية المتحققة، الهوية المشتتة، وغيرها من الموضوعات التي سوف نتناولها بإذن الله. فلنبدأ أبنائي الطلاب. أولا، أبنائي الطلاب، ما هي الهوية؟ أبنائي، لكل شخص منا اسم معين وهوية تميزه عن غيره. إذن الهوية ما يميز الشخص عن غيره، يبقى ما معنى الهوية؟ ما يميز الشخص عن غيره، وإحساسه أنه يعرف من هو وماذا يرغب فيه. يبقى الهوية ما يميز الشخص عن غيره، كل إنسان له صفات معينة تميزه عن غيره من الاسم والشكل والميول والرغبات. إذن الهوية ما يميز الشخص عن غيره وإحساسه أنه يعرف من هو وماذا يرغب فيه، ده تعريف الهوية. هناك أبناء الطلاب عناصر الهوية الشخصية، هناك عدد من العناصر للهوية الشخصية. عناصر الهوية الشخصية: الصفات والسمات، صفاتك، سماتك. 2، الدين والمعتقدات. الدين من عناصر الهوية الشخصية، ايه معتقداتك الدينية، دوافعك ورغباتك، دي تميز الهوية الشخصية. قدراتك ومهاراتك، القدرات والمهارات. تاريخ شخصية الفرد، تاريخ ميلادك وتاريخ شخصيتك. الشكل الخارجي، الشكل العام، كل إنسان يختلف عن الآخر. الوعي والإدراك، الوعي والإدراك. إذن أبنائي الطلاب، عناصر الهوية الشخصية متعددة: صفات وسمات، دين ومعتقدات، دوافع ورغبات، قدرات ومهارات، تاريخ شخصية الفرد، الشكل الخارجي، الوعي والإدراك. أبنائي، من المعلوم أن يتطور بناء بعض عناصر الهوية عند الفرد عادة بتغير مراحل عمره، يعني هذه العناصر تختلف وتتغير حسب مراحل العمر. فمثلا الرغبات الشخصية تتبدل كل ما يكبر الإنسان، الرغبات في مرحلة الطفولة غير مرحلة المراهقة، غير مرحلة الشباب، غير مرحلة الشيوخ، مرحلة كبار السن. كذلك مهاراتك والقدرات اللي يتبناها الإنسان تتغير في مراحل حياته. إذن الرغبات الشخصية تتبدل والمهارات والقدرات، يعني هذه العناصر تتبدل. الجزء الثاني، أولا أنواع الهوية. نأتي أبناء الطلاب إلى جزء مهم جدا، ما هي أنواع الهوية؟ سنقسم الهوية كما نرى في الصورة إلى نوعين: هوية شخصية رسمية وهوية ذاتية. الهوية الذاتية دي أبناء الطلاب لها العديد من الأنواع، لها 3 أنواع: ألف وباء وجيم. خلينا ناخد الجزء الأول، الهوية الشخصية الرسمية. ما معنى الهوية الشخصية؟ زي ما أنت شايف الهوية هنا، اللي هي تتضمن اسم الشخص ولقبه، اسمك، لقبك، تاريخ ميلادك، المكان اتولدت فيه، فين، رقم مسلسل عشان تكون معروف. ليه الهوية الشخصية؟ ليسهل التمييز بين الأشخاص. طبعا مع التقدم التقني اللي بنعيش فيه والزيادة الكبيرة في عدد سكان العالم في جميع أنحاء العالم،
استفادت الدول من تقنيات جديدة عشان تفرق بين الناس غير الهوية، مثل بصمات الأصابع، مثل الحمض النووي DNA، قرنية العين وغيرها، من أجل التعريف بالأشخاص. أيضا تصدر حكومات الدول هويات لمواطنيها تحوي اسم الفرد وتاريخ ميلاده رقما، زي ما دي آدي الهوية ولاد الهوية الوطنية ايه، يبقى إذا اسم الشخص وتاريخ ميلاده والمكان اللي اتولد فيه، يبقى دي اسمها الهوية الوطنية اللي الدولة بتسعى لتحقيقها عشان تميز مواطنيها. إذا الهوية الشخصية تحوي اسم الشخص لقبه عشان نميز بين الأشخاص. مع التقدم التقني بدأ يظهر نوع جديد للتفريق بين الناس، منه بصمات الأصابع، الحمض النووي، قرنية العين. طيب تاني نوع أبناء الطلاب، الهوية الذاتية. ماذا نعني بالهوية الذاتية؟ تنقسم الهوية الذاتية إلى ثلاث أنواع. هويتك أنت بنفسك داخلك تنقسم إلى 1، هوية متحققة أو الهوية المتحققة. ما معنى الهوية المتحققة؟ أولاً صاحب الهوية المتحققة أبناء الطلاب يكون رؤيته واضحة عن الهوية والأهداف، يعني يكون عنده رؤية واضحة عن أهدافه، عن قيمه، عن المبادئ اللي يحملها وتميزه داخل المجتمع. إنسان عارف كل ما له عليه من أهداف، ملتزم بالقيم والمبادئ. تعال نشوف كده الهوية المتحققة. اكتشاف قوي والتزام قوي. ما معنى اكتشاف قوي؟ أبنائي، معنى اكتشاف قوي معناه أن يبذل الإنسان جهدا نحو تحقيق هويته في التعرف على ما يقوم به وما يتصف به. أما الالتزام أن يكون متصفا بالصفات الأساسية فقط. إذا الهوية المتحققة، تعال نشوف أهم ملامح الهوية المتحققة. يؤدي العبادة بإخلاص. جنسيته سعودية، يعتز بجنسيته السعودية ويفتخر بها. ينتمي لوطنه ويحب قيادته. يحمل أفكار مبدعة وقيما ذاتية ويحاول تطورها كل مرحلة. إذن الهوية المتحققة، يؤدي العبادة بإخلاص، هوية متحققة. جنسيته يفتخر بها، هوية متحققة. ينتمي لوطنه ويحب قيادته، أي نوع من الهوية؟ هوية متحققة. يحمل أفكار مبدعة وقيما ذاتية، هوية متحققة. ده النوع الأول. ب، أن الهوية الغير مكتملة صاحبها يسلك منحى سلبي في استكشاف ذاته. فهويته إيه؟ هويته مكتسبة من وسط الأسري، يعني يكتسب هويته من وسطه الأسري ومجتمعه المحيط به، وهو ملتزم بهذه الهوية المكتسبة. يبقى الهوية المكتسبة هوية غير مكتملة. يبقى إيه الهوية الغير مكتملة؟ أولاً اكتشاف ضعيف والتزام قوي. ازاي؟ لا يؤدي العبادة بإخلاص، يعيش في وطن ولا يبادر بإظهار انتمائه، بدي هوية غير مكتملة. يذهب إلى المدرسة تقليدا لإخوته وأصدقائه، ليس لديه رغبة في تطوير ذاته. إذا دي هوية غير مكتملة. يبقى عناصر الهوية، أي إنسان يمتاز أو يتصف بهذه الصفات إذا هويته هوية غير مكتملة، لا يؤدي العبادة بإخلاص. 2، يعيش في وطنه ولا يبادر بإظهار انتمائه، يذهب إلى المدرسة تقليدا لإخوانه، مجرد تقليد، ليس لديه رغبة في تطوير ذاته. إذا النوع ده هوية غير مكتملة، على العكس من الهوية المتحققة اللي يؤدي العبادة بإخلاص وجنسيته ويفتخر بها وينتمي لوطنه. دي النوع الثاني. جيم، الهوية المشتتة. النوع الثالث، الهوية المشتتة، صاحبها لا يبالي باكتشاف ذاته، لا يهتم، وليست له أهداف محددة، ليس له هدف، وسلوكه سلبي. إذا صاحب الهوية المشتتة لا يبالي باكتشاف ذاته، ليست له أهداف محددة، سلوكه في الحياة سلبي. وهنشوف أهم مظاهر الهوية المشتتة. أبنائي، اكتشاف ضعيف والتزام ضعيف. طيب ايه اهم مظاهر الهوية المشتتة؟ اذا ما شاهدت انسان بهذه الصفات، اذا نوع الهوية اللي هو فيها هوية مشتتة، ضعيف في اداء العبادات، لا يؤدي عباداته بشكل كامل، يعيش في وطنه بلا هدف، عايش خلاص كده، يعني هو عايش وخلاص. 2، يذهب الى المدرسة لانه مجبر على ذلك،
تخيل يا ابني، يذهب إلى المدرسة لأنه مجبر، ليس له رأي محدد في كثير من جوانب الحياة، ليس له رأي. إذن صاحب هذه الأفكار هو من تصف به أو نسميه بالهوية المشتتة، ضعيف في أداء العبادات، يعيش في وطنه بلا هدف، يذهب إلى المدرسة لأنه مجبر على ذلك، ليس له أي رأي محدد في كثير من جوانب الحياة. موضوع مهم جدا جدا أبناء الطلاب. أبناء الطلاب الآن نشاط لكي نتعلم ما هو أنواع الهوية، هوية متحققة، هوية غير مكتملة، هوية مشتتة. رقم واحد، ننظر بقى، يحرص على قراءة القرآن الكريم دون تدبر. هل هوية إيه؟ هل متحققة اللي هو يخلص في العبادة، ولا هوية غير مكتملة لا أدي العبادة بإخلاص، ولا هوية مشتتة؟ إذن اثنين، هوية غير مكتملة إنه لا يؤدي العبادة بإخلاص. طيب، يحب نظافة بيته ومدرسته ويحرص عليها، هوية متحققة، نظافة. يحب الملك ولي عهد، يفخر بوطنه وقيادته، هوية متحققة. لا يعتني بأسرته ولا يضيع ولديه، دي هوية مشتتة. رقم ثلاثة، يشارك في اليوم الوطني ملتزما بالأخلاق، يا سلام، هوية متحققة لأنه بيفخر بوطنه. يتكاسل عن أداء واجباته ومهامه، هوية غير مكتملة لأنه يذهب تقليدا. يقلد العادات السيئة، هوية مشتتة. أبنائي، أعتقد بعد هذا النشاط الكل فهم أنواع الهوية. هوية متحققة، إخلاص العبادة. هوية غير مكتملة، لا يؤدي العبادة بإخلاص. هوية مشتتة، ضعف في أداء العبادة. نكمل أبنائي الطلاب. اختلاف المظاهر والأشكال، تختلف شخصيتنا وأشكالنا، وهذا عامل مهم في بناء هويتنا الشخصية. إذن هناك عامل مهم جدا في بناء شخصيتنا وهويتنا الشخصية، لأن كل واحد شخصيته شكله مختلف عن الآخر. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للروم، فاحترام هذا الاختلاف وقبوله جزء أساسي من الشخصية الذاتية، لابد للإنسان أن يحترم هذا الاختلاف. نشاط، برأيك ماذا سيحدث لو كان الناس على شكل واحد وصفات واحدة؟ طبعا أبناء الطلاب، لن يكون هناك إبداع أو أفكار جديدة أو اختلافات أو ألوان أو هويات، سيكون الجميع بشكل واحد. يكتب الطلب الصفات الشخصية الإيجابية داخل الشكل، الصفات الإيجابية يكتب الطلبة الصفات الشخصية الإيجابية داخل الشكل، والصفات الشخصية السلبية خارج الشكل. السلبي حقد، حسد، كراهية، عصبية، أنانية، بخل. أما الإيجابية العدل، التفاؤل، الاحترام، الحب، الوفاء، التضحية، العطاء، التقدير، الكرم، دي شخصية صفات إيجابية. أبنائي، نشاط ثلاثة، في العصر الحديث نجد أن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تؤدي دور كبير في تشكيل نظرتنا تجاه الكيفية التي ينبغي أن نبدو بها، فهل يظهر لنا المشهورين في إطار شكل محدد؟ ما رأيك؟ يجب أبنائي الطلاب الحذر في اتخاذ قدواتنا وعدم الانسياق وراء بعض الأمور التي قد تسبب لنا الضرر، والعمل على تنمية شخصياتنا بشكل جيد ومناسب لوطننا وديننا وثقافتنا. يعني أبناء الطلاب، من عناصر الهوية الشخصية المهنة، الدين والقيم، المظهر العام، مظهرك، شكلك، لبسك، الأكل واللباس من مظهرك، قدراتك، هواياتك، ثقافتك، أسرتك، مهنتك، دي اسمها عناصر الهوية الشخصية. أبناء الطلاب، وصلنا إلى نهاية الدرس، تقويم الدرس. ما السبب في أن اختلاف الشخصيات شيء إيجابي؟ طبعا يا أبناء الطلاب، اختلاف الشخصيات لأنه يمنحنا التنوع في الخبرات، القدرة على الابتكار، الإبداع، البحث عن وجهات نظر وأفكار جديدة، اتخاذ القرارات بشكل أفضل، يؤدي لإنجاز واكتشافات واختراعات رائعة، على عكس لو كنا متشابهين. الهوية هي ما يميز الشخص عن غيره، ده سؤال مهم جدا. من عناصر الهوية الشخصية الوعي والإدراك، الأكل والشرب، نعم عناصر الهوية سبق أن شرحناها. اثنين، اختلاف أشكالنا لا يدل على شيء، ليس مهم ولا نعمة، لا، نعمة من نعم الله علينا. الهوية المتحققة هي الاتجاه السلبي ولا رؤية واضحة عن هوية، نعم الهوية المتحققة رؤية واضحة عن الهوية والأهداف. يختار الطلبة عناصر الهوية الشخصية في المبادئ، الشكل الخارجي، دي من عناصر الهوية الشخصية، المبادئ، الاهتمامات،
طيب ما علاقة تحقيق الفرد الهوية الشخصية بازدهار المجتمع؟ طب عندما يحقق الفرد هويته ويطور من شخصيته إلى الأفضل، ينتج لدينا أفراد مبدعون ومبتكرون ومجتمع ناجح ومزدهر. إلى هنا أبناء الطلاب نكون قد شرحنا درس مهم جدا من الدروس التي سوف تستفيد منها ابني الطالب في حياتك العملية، لكي تعرف ابني الطالب هويتك وشخصيتك. أرجو منكم أبناء الطلاب، كل واحد منا يقيم نفسه ويقيم شخصيته إلى أي نوع من أنواع الهوية ينتمي، وأرجو أن الجميع بإذن الله يكون من أصحاب الهوية المتحققة، المخلص في عبادته، المفتخر بجنسيته، المنتمي لوطنه، الذي يحمل أفكارا مبدعة وقيما ذاتية يحاول تطويرها في كل حين. أبناء الطلاب، أتمنى لكم أن تحققوا هذه الصفات. حفظنا الله وإياكم من كل شر، وحفظ الله بلاد الحرمين خاصة وبلاد المسلمين عامة. كان معكم معلمكم الأستاذ سامي البدري علي عبد الرحمن، معلم الدراسات الاجتماعية بالقسم المتوسط بمدارس دار الثقافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.